يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا باع رجل على آخر منزلا ودفع الآخر عربونا ثم تراجع عن إتمام البيع مع المالك بعد مضي شهر ونصف تقريبا، السؤال هل يرد له العربون أم يكون حلالا على البائع؟ هذه خصومة يرجعون فيها للقاضي، يظهر بينهم خلاف، نحن لسنا قضاة، يرجعون للقاضي. نعم.